أنت تعرف إن سورة الفاتحة يوجد فيها دعاء يحقق لك كل ما تتخيله في حياتك؟ عندك المعلومة دي ولا مش موجودة عندك؟ طيب، سورة الفاتحة فيها دعاء النصر ودعاء الهداية إلى الصراط المستقيم. أنت كل يوم وأنت بتصلي الخمس أوقات احسبهم على طلبك في الهداية إلى الصراط المستقيم كام؟ إن حسبتهم هتلاقيهم بعدد 17 مرة. أنت كل يوم بتقول اهدنا الصراط المستقيم بالعدد ده في الخمس أوقات. تعال هنا بقى أنا أقول لك دعاء سورة الفاتحة، بيه تقدر تتنصر على أي حد ظلمك. النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لما كان مع الصحابة في غزوة، فشاف فيهم، شاف في قلبهم ضعف، يعني بدأ إن هم الخوف في قلوبهم، فقال لهم رددوا يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فظلت الصحابة يرددوا الدعاء ده لحد ما اطمأنت قلوبهم. انت بقى على سبيل المثال بينك وبين شخص ظلم، مظلمة، والشخص ده متعافى عليك، بتيقنك في الله بالدعاء ده هتشوف النصر أمام عينيك على اللي ظلمك ده. وشفت الدعاء بسيط وسهل أي حد يحفظه. يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بعدد 114، العدد بتاعها الخاص بيها عدد 114 مرة. ولما أقول عدد وأقول دعاء وأقول سورة الفاتحة برضو للتذكير، مش بقول على إنك تردد الدعاء ده وخلاص، لأ، أنا بتكلم على جلسة وراك 114 أنت بتحط في نيتك الشيء اللي أنت عايزه يتحقق لك، وبتقول له يا رب بالرقم ده بعدد السور القرآنية كلها، يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. وجه بقى نيتك في الجزئية دي على اللي أنت عاوزه. نفترض إن في حد، أنت مثلا مسحور، دايما بذكر بالمعلومة دي في كل فيديوهاتي، وعايز ومفيش حلول، ردد الدعاء ده يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين في جلسة مستقلة مع حالك، محدش يقطعك فيها. وأنا عايزك تطبق الورد ده معاه الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي علمنا الدعاء ده، يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى نقوله بمية بعدد 114، وناخد بذكر 33، نصلي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالطريقة الإبراهيمية بعدد 33. وأفضل لك تعمل الورد ده بعد صلاة الفجر. حط في قلبك الشيء اللي انت نفسك ان هو يتحقق لك. بعد ما تصليت الفجر قاعد كده، الحمد لله الوقت ده طاقته جميلة جدا، دي عن تجربتي، يعني تجربتي في حياتي في الأذكار في الوقت ده تحديدا، ده وقت الليل كله، لكن انت يحق لك تعمل الورد ده في اي وقت في النهار، في اي وقت في الليل، براحتك تماما. كان بقوله لك عن تجربة، يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أنت بتستعين بمين؟ شوف الدعاء، أخلص العدد 114 في الجلسة دي، وبعدين مباشرة أبدأ في الصلاة على النبي بالطريقة الإبراهيمية. الطريقة الإبراهيمية كنز، الصلاة على النبي بالطريقة الإبراهيمية كنز، تاخد بيها برقم 33 بعد ما خلصت 114، يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين في أي هموم في حياتك، في أي لخبطة في حياتك، استعن بالله فيها.
واختمها وتختم الورد بالصلاة على النبي بعدد 33، واستمر عليها لمدة أسبوع ومستنيك بتيقنك بالله بإيمانك بالله، مستنيك تيجي تقول لي تجربتك على الورد ده، وما تاخدوش من باب التجربة، خد من باب ان انت بتدعي نفسك ثقة في الله، استعانة بالله، انا في ورطة، انا في كرب، انا في مشكلة، انا مسحور، انا محسود، انا عندي هموم، انا مديون، انا حياتي كلها ملخبطة. قول له ربنا كده، وانت يعني بساعدك انك تحط النية اثناء كده، ما تتع... يعني ما تبقاش انت ما بتعمل من باب التجربة، ده انت بتدعي يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، وركز مع الدعاء، يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. استعن بالله من كل سلبيات حياتك، استعن بالله، استعن بالله من كل اللي ظلمك، استعن بالله، استعن بالله من مرضك، استعن بالله. ربنا قال ادعوني أستجب لكم، وهذا دعاء. ومن ده سر بقى من أسرار سورة الفاتحة اللي ممكن تكون ما عداش عليك، السر ده الدعاء الجميل اللي أي حد فينا يحفظه، ولا تقيل ولا صعب ولا طويل، والصلاة على النبي كلنا عارفينها بالطريقة الإبراهيمية اللي هي بالتشهد في الصلاة كلنا عارفينها، يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بعدد 114، الصلاة على الحبيب بعدد 33، وانت حاطط في نيتك الشيء المطلوب، وبإذن الله الله سبحانه وتعالى يستجيب لك بدعائك، وبالفعل يسخر لك من يساعدك في مشاكلك، أمورك تتيسر مع ثقتك ويقينك في رب العالمين. نسأل الله أن يحقق لكم كل ما تتمنون، اللهم أمين يا رب العالمين. نحبكم في الله ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.